السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الثاني الابتدائي. النهاردة حبايبي إن شاء الله هناخد درس من دروس الرياضيات في الفصل الدراسي الثاني. الفصل الأول بعنوان الأعداد الزوجية والأعداد الفردية. يلا حبايبي نشوف مع بعض ركن الرياضيات. يلا بينا نبدأ ركن الرياضيات بتاعنا بمخطط 120. تمام، يلا بينا. احنا النهاردة زي ما احنا شايفين كده قدامنا، النهاردة احنا في اليوم 59، تمام، من الايام بتاعتنا. طيب يلا بينا نشوف الساعة. زي ما انتوا شايفين كده، يلا يا اصحابي، الساعة كام؟ برافو عليكم، الساعة 10 بالضبط. يلا طيب، احنا النهاردة يوم ايه؟ شطار، يوم الثلاثاء، برافو عليكم. طيب بعد كده يلا بينا نشوف التاريخ بتاعنا. النهاردة النهاردة تاريخنا كام؟ يلا بينا، برافو، النهاردة 16 من شهر ايه؟ من شهر فبراير، شطار. طيب احنا قلنا يوم الثلاثاء، يعني ده اليوم الكام من ايام الاسبوع؟ يلا بينا، برافو عليكم، ده اليوم الثالث. فهنروح لإطار الخمس خانات ونحط فيه زي ما احنا متعودين ثلاث دوائر. تمام، طيب يلا بينا نروح الحاويات بتاعتنا. النهاردة احنا قلنا النهاردة 59 يوما لينا في الدراسة. يلا بينا في خانة الاحاد هنحط كام؟ 9. يلا بينا نعد مع بعض، 2 3 4 5 6 7 8 9. برافو عليكم يا اصحابي. طب يلا بينا نروح لخانة العشرات، فيها كام؟ 5 1 2 3 4 5. وبكده نكون خلصنا ركن الرياضيات بتاعنا، ويلا بينا نبدأ درسنا النهاردة. هنبدأ حبايبي بالأعداد الفردية. يعني ايه حبايبي الأعداد الفردية؟ تعال نشوف كده التعريف بتاعها. بيقول لي هي الأعداد التي يكون فيها رقم الأحد كام؟ رقم أحدها يا إما بيكون 1 أو 3 أو 5 أو 7 أو 9. يبقى انا هبص للرقم اللي قدامي. لو هبص على خانه ايه بالذات؟ خانه الاحاد. في خانه الاحاد لو لقيت الرقم 1 أو 3 أو 5 أو 7 أو 9، يبقى اذا العدد ده او الرقم اللي قدامي ده من الاعداد الايه؟ الفرديه. طيب تعال نشوف كده الاعداد الزوجيه. برافو، انا سامعاك بتقول لي انا ببص على خانه الاحاد. نفس اللي عملناه في الاعداد الفرديه هنعمله في الاعداد الزوجيه. هي الاعداد التي رقم احدها كام؟ 0 2 4 6 8. هبص على خانه الاحاد، لو لقيت فيها احد واحد من الارقام دي 0 2 4 6 8، يبقى اذا العدد ده عدد ايه؟ زوجي. تعال كده نشوف الاسئله مع بعض بتيجي ازاي. يلا بينا نروح لأول سؤال. بيقول لي ضع دائرة حول العدد الفردي. طب نفتكر مع بعض كده، أنا بحدد العدد على إنه فردي أو زوجي إزاي؟ برافو عليكم يا أصحابي، أول حاجة هبصلها هي خانة الأحاد. طيب يلا بينا، أنا عندي الأعداد 1 8 7 3 6. طيب يلا بينا، هو العدد الفردي كان العدد اللي أحاده كام؟ برافو عليكم، 1. طب أنا عندي 1، تمام، يلا بينا، يبقى ده عدد فردي. طيب 3، 8، 8 دي كانت من العدد الفردي ولا العدد الزوجي؟ برافو عليكم، دي عدد زوجي، يبقى مش هيجي جنبها. طيب 7 عدد فردي ولا عدد زوجي؟ يلا بينا نفتكر مع بعض، دي عدد فردي، برافو عليكم. طيب 3، ها سامعاكوا، عدد فردي. طيب 6، لا مش هحط عليها دائرة علشان دي عدد زوجي. يلا بينا نشوف اللي بعد كده، 49 43 50 88. يلا بينا نروح عند أول عدد، هو العدد 49. طب أنا ببص لأنهي خانة؟ أنا بروح لخانة الأحاد، هي دي اللي تهمني وأبص عليها. طيب 49 عندي في خانة الأحاد كام؟ 9. طب 9 دي عدد فردي ولا عدد زوجي؟ ها برافو عليكم، دي من الأعداد الفردية. يبقى هاخد الرقم 49 وأحط عليه كله إيه؟ دائرة. العدد اللي بعد كده 23. يلا بينا نروح لخانة الأحاد، فيها كام؟ ها 3. طيب 3 دي عدد زوجي ولا عدد فردي؟ لا 3 دي عدد فردي، يبقى 23 كلها عدد فردي، نحط عليه دائرة.
يلا بينا. 50 نروح لخانة الأحاد، خلاص بقى احنا اتعودنا. طب فيها 0، هو الصفر ده كان عدد فردي ولا عدد زوجي؟ لا الصفر ده كان من الأعداد الزوجية، يبقى ال50 كلها دي عدد زوجي، مش هبص لها خلاص. ال88 ها اروح ابص على خانة ايه؟ الأحاد، فيها كام؟ 8، عدد زوجي ولا عدد فردي؟ لا الثمانية دي عدد زوجي، يبقى انا عندي ال88 عدد زوجي، مش هحط عليها حاجة. يلا بينا نشوف السؤال اللي بعد كده. 132، عندنا 167، 414، 715. يلا بينا نروح لأول عدد 132. ها هنبص على خانة ايه؟ يلا شطار، خانة الأحاد، فيها كام؟ 2، يبقى الاثنين دي عدد زوجي ولا عدد فردي؟ عدد زوجي، يبقى خلاص كده العدد دوت كله عدد زوجي. طيب بعد كده هنروح ل167، هنبص على ايه؟ على الأحاد، فيها 7، برافو عليكم، 7 دي عدد فردي، فخلاص كده ال167 بتاعي ده عدد فردي. نروح ل414، خانة الأحاد فيها كام؟ 4. طب الأربعة دي عدد زوجي ولا عدد فردي؟ لا عدد زوجي، يبقى خلاص ال414 كلها عدد زوجي. 715، هبص على خانة الأحاد فيها 5، الخمسة عدد فردي، يبقى كده ال715 كلها من الأعداد الفردية. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده حبايبي. بيقول لي ضع دائرة حول العدد الزوجي. احنا خلاص حفظنا الطريقة اللي بنحل بيها السؤال. ببص على خانة الأحاد، تعال نشوف الأرقام اللي معايا. 4، 2، 37، وعندي الرقم 6. الأربعة من الأعداد الزوجية، الأربعة من الأعداد الزوجية. طب تعالى نبص على رقم 2. احنا اتفقنا الأعداد الزوجية هي ايه؟ 0، 2، 4، 6، 8. ها الاثنان من ضمن الأعداد الزوجية. طب 37، هبص على الأحاد اللي هو 7، 7 دي من الأعداد الفردية، برافو عليكم، يبقى مش هحط عليها ايه؟ دائرة. طيب نيجي عند الستة، الستة من ضمن الأعداد الزوجية. يلا بينا نشوف مجموعة الأعداد اللي معايا بعد كده. معايا 10، 17، 46، 58. يلا حبايبي احنا اتفقنا بنبص على خانة الأحاد. ها الأحاد هنا كام؟ 0. احنا اتفقنا الأعداد الزوجية هي ايه؟ فكروني، 0، 2، 4، 6، 8، والصفر فعلا من ضمنهم، يبقى 10 كلها عدد زوجي. تعال نبص على الرقم اللي بعده، 17. الأحد بتاعها 7، 7 من ضمن الأعداد الفردية، إذا العدد كله بيكون فردي، مش هحط عليه دائرة. نبص على العدد اللي بعده، 46. الستة من ضمن الأعداد الزوجية، يبقى إذا الرقم ده زوجي، هحط عليه دائرة. نيجي للرقم الأخير، 58. ها الثمانية حبايبي من الأعداد الإيه؟ الزوجية، برافو عليكم، يبقى إذا هحط عليه دائرة. تعال نشوف العدد اللي بعد كده، 315، 420، 608، 911. يلا نبص على أول رقم معايا على خانة الأحاد. 315، هبص على الأحاد هلاقيها كام؟ 5، برافو عليكم. طب الخمسة دي فكروني أعداد فردية ولا زوجية؟ سامعاكم بتقولولي منها من الأعداد الفردية، يبقى إذا مش هحط عليها دائرة. الرقم اللي بعديها، خانة الأحد فيها كام؟ فيها 0. والصفر ده من الأعداد الزوجية، يبقى إذا 420 هحط عليها دائرة. نشوف الرقم اللي بعديها، 608. الثمانية حبايبي في خانة الأحاد، ها من الأعداد الزوجية، يبقى معايا هحط عليها دائرة، برافو عليكم. طيب آخر رقم عندي، الواحد، ها الواحد ده من الأعداد الفردية، مش هحط عليه دائرة. يلا بينا بعد كده عندي حاجة اسمها مضاعفة الأعداد. طب يعني ايه مضاعفة الأعداد؟ يعني انا العدد اللي عندي بجيب عدد زيه بالظبط، نفس العدد. طب يلا بينا نشوف، بيقول لي ضعف العدد 3. طب يعني ايه ضعف العدد 3؟ يعني بجمع العدد لنفسه كمان مرة، يعني تبقى كأنها 3 زائد 3 بالظبط. طيب 3 زائد 3 يديني كام؟ سامعاكوا، برافو عليكوا، بيقول لي 6، يبقى ضعف العدد 3 هو 6. طب يلا بينا بعد كده، بيقول لي ضعف العدد 5. خلاص بقى اتعودت يعني ايه ضعف العدد، يعني بجمع العدد لنفسه كمان مرة، يبقى 5 زائد 5 هيديني كام؟
شطار يا أصحابي، يديني 10 يبقى ضعف العدد 5 هو العدد 10. طيب السؤال اللي بعد كده حبايبي بيقول لي اكتب ضعف العدد وحدد المجموع إذا كان فرديا أم زوجيا. خد بالك يا حبيبي من رأس السؤال وإقرأه كويس جدا، لأن ده عبارة عن سؤالين في بعض، مينفعش أجاوب على واحد وأسيب واحد. بيقول لي اكتب ضعف العدد وكمان تشوف المجموع اللي انت هتطلعه ده هيكون عدد فردي ولا عدد زوجي. تعال نشوف المسألة اللي معانا. أول حاجة بيقول لي ضعف العدد 1. اتفقنا مع بعض ضعف العدد يعني بعمل ايه؟ سمعك بتقول لي بجمعه على نفسه، يبقى 1 زائد 1. ها يلا بينا نحل مع بعض. 1 زائد 1 تساوي كام؟ 2. برافو عليك. خلاص كده انا حليت؟ لا ما تنساش، ده طالب مني جزء تاني في السؤال، اشوف الناتج اللي هو الاثنين ده عدد زوجي ولا فردي. فكروني كده بالاعداد الزوجية، 0 2 4 6 8. يبقى الاثنين دي من ضمن الاعداد الايه؟ الزوجية، يبقى ده عدد زوجي. طب نشوف المسألة اللي بعديها، ضعف العدد 8. ها اتفقنا مع بعض ضعف يعني بجمعه على نفسه. ها 8 زائد 8 اجمع كده حبيبي، 8 زائد 8 يساوي 16، بتساوي كام؟ 16. طيب هشوف حبايبي كده خانة الأحاد، احنا اتفقنا بنشوف مع بعض خانة الأحاد. خانة الأحاد كام؟ 6. طب الستة دي من الأعداد الفردية ولا الزوجية؟ الأعداد الزوجية. يبقى إذا الرقم 16 ده رقم إيه؟ زوجي. وناخد بالنا أولاد من حاجة بقى، بعد ما حلينا الأسئلة كده هناخد بالنا إن ضعف العدد دايما بيكون زوجي، يبقى ضعف العدد دايما بيكون إيه؟ زوجي. زي ما أنت شايف قدامك كده المسائل، أي رقم هتجمعه على نفسه هيديك عدد زوجي. يلا بينا نشوف السؤال اللي وراه، بيقول لي ايه؟ اوجد ناتج الجمع وحدد نوعه اذا كان زوجيا ام فرديا. واحنا اتفقنا ان احنا في السؤال اللي فات ابص للسؤال كويس واشوف هو عايز مني ايه. قال لي اوجد ناتج الجمع يعني عايزني اجمع، ومش بس كده لا، وحدد اذا كان زوجيا ام فرديا. يلا بينا نشوف مع بعض. اول حاجة بيقول لي 4 زائد 5 بيساوي كام؟ طب يلا بينا، 4 زائد 5 كام يا اصحابي؟ بحط العدد الكبير في مخي واجمع عليه العدد الصغير، يعني احط 5 في مخي واجمع عليها 4 يديني 9. برافو عليكم يا اصحابي، كده انا عملت ناتج الجمع. طيب كده السؤال بتاعي خلص؟ لا، لان انا كان عندي السؤال بيقول لي اوجد ناتج الجمع وحدد نوعه اذا كان زوجيا ام فرديا. طيب هي 9 دي من الاعداد الزوجية ولا الفردية يا اصحابي؟ يلا بينا نفتكر ايه هي الاعداد الفردية. 1 3 5 7 9. ايه ده، 9 ظهرت لي من الاعداد الفردية، يبقى 9 دي عدد ايه؟ عددا فرديا. ما نسيش ان انا اكتبها يا اصحابي. يلا بينا نشوف اللي وراها، 9 زائد 7. خلاص اتفقنا، بحط الكبير في مخي واطلع الصغير على ايدي وعد، 9 زائد 7 16. تمام. طيب 16 دي عدد زوجي ولا عدد فردي؟ ايه ده، احنا لما قلنا الاعداد الفردية ما قلناش فيها 6، يبقى 6 دي عدد ايه؟ عدد زوجي، يبقى 16 دي عددا زوجيا. بعد كده عندي ايه؟ ايه ده، الاعداد بتاعتي كبرت، 230 زائد 325. يلا بينا هجمع احاد مع احاد وعشرات مع عشرات ومئات مع مئات. 0 زائد 5 كام يا اصحابي؟ برافو عليكم، 5. طيب 3 زائد 2 5. طب 2 زائد 3 5. العدد بتاعي كله كام؟ 555. طيب يلا بينا نروح للاحاد بتاعنا، فيه كام؟ في 5، والخمسة دي عدد ايه؟ برافو عليكو، عدد من الاعداد الفردية، يبقى العدد بتاعي كله عددا فرديا. يلا بينا نشوف السؤال اللي بعد كده، بيقول لي حدد اذا كان العدد فرديا ام زوجيا. قبل ما هبص على المسائل بتاعتي هفكرك وهقولك احنا بنبص على خانة الاحاد. الاعداد الفردية هي ايه؟ فكرني بيها، 1 3 5 7 9. طب والاعداد الزوجية؟ 0 2 4 6 8. افتكر معايا وركز عشان هيجيلك بعد كده سؤال المتفوقين اللي هستنى منكم اجاباته تحطوها في صندوق المتفوقين. يلا بينا نشوف الاعداد اللي معانا، 285. 285 هي يا حبايبي، ببص على خانة ايه؟ الاحاد. ببص على خانة الاحاد فيها 5. الخمسة دي من الاعداد الايه؟
برافو عليكو، عددا فرديا، ده من الأعداد الفردية. طب تعال نبص على الرقم اللي بعديها، 124. 124 هبص على خانة الآحاد فيها الرقم 4. طب والرقم 4 ده من الأعداد الإيه؟ سامعاك بتقولي عددا زوجيا، برافو عليكم. آخر رقم معايا 701. اتفقنا بنبص على خانة الآحاد فيها كام؟ فيها 1. طب والواحد ده من الأعداد الإيه؟ الفردية، برافو عليكم حبايبي. طيب احنا كده يلا بينا وصلنا لسؤال المتفوقين بتاعنا، يلا بينا يا اصحابي نشوف سؤال المتفوقين، وما تنسوش هستنى اجاباتكم في صندوق المتفوقين. السؤال بيقول لي اوجد ناتج الجمع وحدد اذا كان الناتج زوجيا ام فرديا، وما ننساش ان انا بقرا السؤال بتاعي كويس، تمام؟ طيب الاعداد بتاعتي بتقول لي 98 زائد 22 يساوي كام؟ اقرا سؤالك كويس وهستنى انك تجاوبني عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.